مع بداية الحجر المنزلي بمدينة سيير غاية، تخرج فرق الأيد البيضاء لمجمع تحقوت لتعقيم والتطهير في تلك الفترة، لأنه يكون من الأسهل أو يكون من الأسهل مما عليه في الأوقات العادية. تقرير لمحمد بن عبد الله. الساعة الثالثة زوالا، بداية الحجر الجزئي على العاصمة. لا حركة إلا لأصحاب الرخصة من الأطباء والممرضين ورجال الأمن بكل هياكله، وهو الوقت الأمثل الذي تستعد فيه قافلة الأيادي البيضاء لمجمع تحكوت للخروج ومزاولة نشاطها الوقائي والذي لم يتوقف منذ بداية جائحة كورونا. كنا نخدمه بجروب، واليوم دوبلينا رانا في واحد الكات جروب. انا غادي ان شاء الله ندورو كاع المنطقه هذه، نعقموها كاع، وان شاء الله نقضيو على الوباء هذا بشويه شويه بفضل الله عز وجل وفضل المجهودات الجباره اللي قامت بها المؤسسات تاعنا. مجمع التحكوت تلميرثيك في الامكانيات تاعك كي تاكا كاع اسنيني غيم دوكاليو اكا خدامنا كي التحكوت تاك الملال اسنيني تلميرثنون باسكو قلع الميدان ماشي دايني سهلن باش تصدو تاكا المجتمع لي فيروس كي تنطاط مين قارد معليش نضحي سيمانا مثل اخلوه لي ذا نك قال قيم خمس سن باسكو هناك في الراي كويت لكن تموقي قفرا مره جاب لي ربي وريت روح هذه حبس الفيروس ما كيك الا قد قيم خمس سن الا قد تفغنا لا الا الضروره ما يد لك انا كتفهم واش قيم خمس سن. مدينة الرغاية الحالمة وفي شوارعها الهادئة لا تجد إلا رجالا يحملون على ظهورهم آلات التعقيم الثقيلة والتي تضخ السوائل القاتلة للفيروس والمحافظة على صحة المواطن. كاين ناس الله يكثر خيرهم يا خويا بارك الله فيهم، منهم مجمع تحكوت يعطيه الصحة. واك تشوفوا هامليك هام يجوزوا رامي نقوا يا خويا كثر خيرهم، هام يجوزوا بارتو في الرغاية في سيقنا في بارتو يا خويا كثر خيرهم ويعطيهم الصحة وراهم قايمين بالواجب. هم من تطوع لخدمة المواطن وللحفاظ على صحته، في الوقت الذي يمتثل الجزائريون فيه إلى الحجر المنزلي يتسابق متطوع الأيادي البيضاء إلى الشوارع والساحات والأسواق والمجمعات السكنية والمساجد لتعقيمها وتطهيرها، لأن الوقت الأمثل لذلك هو بعد الثالثة زوالا أي بداية الحجر المنزلي. لا ملل ولا كلل ولا خوف من المجهول هو ما يميز الأيادي البيضاء إلى أن يرفع الله عنا هذا الوباء وعن العالم بأسره، فأعان الله أصحاب القلوب الطيبة الذين اجتمعوا تحت وصاية مجمع تحكوت لتعقيم وتطهير محيطنا للقضاء على الفيروس مهما تعاظم.